كده ممكن ابعت حلقة جديدة من سلسلة دكتور كرافت الأسطورية. خد معايا دروع دايموند. جبت دروع دايموند صنعتها يعني، بس مش كلها، البنطلون هو الوحيد اللي مش دايموند. فيلا بينا نبدأ. خلينا نلبس الدروع كله بقى دايموند كله ما له دور. يلا بينا. مش حاجة عاد شوكني. ايوه اخيرا، ايوه كده. خلينا نلبس دروع وهنسمع حاجات ما توطي صوتك يا بت. ما علينا. وقولوا لي رأيكم في فرضية البيت الجديدة. والله شكلها حلو، والله شكلها حلو بالنسبة لي. تقولي لو عاوزين نغير هنا فوق، هنا فوق عندنا القروي اللي بقاله ساعة عليه ياخد من اللي بتاع دي، وشكله اكسرها ارتاح. ومعالي يجي جنبها وفي الاخر بيتطورش. هنا صندوق الخشب، وهنا البلكونة يعني. ما قلنا كنت هقع. بسم الله ما شاء الله يعني. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الدب. ايه ده؟ ايوه اللي بتاع ده بيتحرك. شو لك الاشتراك في جرس التنبيهات. يلا بينا كده الكهف عشان نلاقي اوبسيدي. وانا انا فاكر انه دوت ايزي ليه، عشان في كده كده لافة تحت تحت البسين. هو بقت ميه. ايوه ثواني، فاكر ان في لافة تحت، هكسرها ازاي انا مش عارف. ايوه ثواني ثواني بسرعة نطلع. بس كده انا هاخد ساعة. يا عم انت بتستهبل، كنت هموت. ايوه ده معاه اتنين. لا 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 ثواني. انا احتاج طلب كرافتنج مش ثواني. انا احتاج كام فوق شوف انا احتاج كام. شاندك 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 تيبل. ايه ده؟ هذا بتاع ماينكرافت التالتي ده. شاندك تيبل شاندك تيبل. ايوه نحتاج حبتين اوبسيدين بس، توقعت كتير. المهم ممكن نرجع هنا تاني عشان بتطول بوابة. اجمع 10 مش هحتاج اخر حباية بتهيألي. تتكسر يا حاجة، حاجة حاجة التنفس بيروح. محتاج اشيل المايه دي، اشيل المايه دي. ايوه اخيرا ثواني ثواني. ايوه بسرعة اطلع من البيتين بسرعة. ايوه كده هو ده، هو ده السفاه ولا بلاش. نفتح الكريبتك ونشوف. ايوه ايه ده ليه؟ اه حبيتين دايمون. ما فكرت ناكل معايا دايمون تاتو. ايوه الانشانتمنت تيبل دي احطها في الدور التاني. تعالى احطها في الدور التاني. انت لسه هنا يا عم؟ هقتلك. ده كان بقية المرشوبات ده هنا. كويس ولا اقول لكم غير مكانها؟ اقول لكم غير مكان. ما هو مفيش مكان. ثواني
صرت في سنة بسم الله ما شاء الله. سو انا ممكن احطها في المخبأ السر اللي انا عملته اهو. وتحت عند الطبقة الحداشر. اي يا ابني ميه دي ميه الميه 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 نضعت مش شايفه اي حاجه مشكله. لا بتتاس بتتاس انت كمان. تعال انا خلينا ننزل. اخيرا وصلنا. حطوها طبعا الحداشر شويه شويه اللي كنت دايما فيها الدايم. ابتدي صوت ابني خليه فين. عاوز اعمل له مكان وعاوز اقص السقف ده. ايوه بتهيالي هنا حلو. حط واطلع اجيب اللعبة عشان اتطور. لفلة على لفلة 17 كويس. اتطور اول حاجة اس الى دوات. ايوه ايوه ثواني خليها ننزل. انا ممكن لو كسرت الاتنين دول ينفع طبعا. انا عارف السري الصور دي يا دي الليلة بصلحها بعدين. يا دي الليلة ايوه كده اخيرا. قبل ما انقل حنا عشان خلاص مدتها طولت شويه اجيب اللبس وانزل اطور. اوكي خلينا نطور. اول حاجه السيف. ثواني فين اللبس. ايوه اللبس اهو. التطويرات شارنس وان شارنس وان شارنس وان. ايه ده القرف ده كله شر نسوان. ماشي طور. شوف في الكتاب ده اسمه ايه دوت وان التطور زي بعض ازاي. التطورات معفنة. شر نسوان ادن بريكنج كويس. نشوف السيف اخر حاجة اختار. نشوف دي مستحيلة كده. موجود على الاكس دي امبرينج مش عارف.